نرحب بحضراتكم مرة تانية وهنبدأ معاكم حلقة صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، أيضا متابعة موقف توريد القمح المحلي والاحتياطي الاستراتيجي للسلع، ونفي الحكومة لشائعات إلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث بطاقات التموين. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة خطة التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، وأكد اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة المشروعات دي في المدن الساحلية والحدودية لأنها بتوفر جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، وأكد إن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية وكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية. امبارح كمان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج دراسة تطوير مجمع الألمونيوم بمدينة نجع حمادي، وقال إن الحكومة تلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألمونيوم وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تغطية الاحتياجات المحلية من الألمونيوم. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وتم استعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التعاون المشترك ما بين الجانبين والتطلع لإقامة المزيد من الشراكات ما بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات. امبارح نفت الحكومة الشائعات الخاصة بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية. وزارة التموين قالت إن ده غير صحيح، وإنه يشترط إن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها. من بين الأخبار المهمة أيضاً اللي حدثت بالأمس الخبر الخاص أو الإعلان الخاص بوزارة الداخلية بنشر فيديو، الفيديو ده بيوضح الجهود اللي قامت بيها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط القضايا المخالفة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجنة، وكذا ما يضر بصحة الإنسان. في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها، وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخله خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف، وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات خمسة أطنان ذرة صفراء وأكثر من طنين مكسبات طعم ومواد غذائية، كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة 46 ألف عبوة مواد غذائية بالمنوفية، ونجحت في ضبط 98 طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء، وتمكنت الإدارة من ضبط أربعة محلات ومخزن للأسمدة الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من ثلاثة أطنان أعلاف حيوانية وقرابة 18 طن ونحو 2500 عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من أربعة أطنان مخللات وملح طعام بنطاق محافظة المنوفية. وبنطاق مديريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها وتمكنت من ضبط أربعة مصانع وثلاثة محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات 79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط قرابة 11 طن وخمسة آلاف عبوة مواد غذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بالمنوفية. وأسفرت جهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط 524 قضية تعدي بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والشرقية والأقصر.
وبنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية، تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط 4 قضايا بمضبوطات 18 طن أعلاف و41 طن وأكثر من 9000 عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن مواد غذائية بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية. وبنطاق محافظة بني سويف تمكنت من ضبط 6 قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية. وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي الجولة سريعة في المحافظات واللي حصل فيها من أخبار وأحداث امبارح، مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في محافظات مصر، منها إنشاء 4 محاور مرورية لتقليل الازدحام بالشوارع في كفر الشيخ، أيضا انطلاق فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته 9 في مطروح، وأخبار تانية كتير من اسكندرية وبورسعيد كمان أسوان. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها إنشاء 4 محاور مرورية لتقليل الازدحام بالشوارع وربط غرب وشرق العاصمة. في أسوان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه بيتم إجراء جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المنشآت الطبية اللي بيتم تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وده بواقع 112 وحدة صحية و11 مستشفى بتكلفة استثمارية بتصل ل 11.7 مليار جنيه. في مطروح انطلقت فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته 9 دوري حياة كريمة، واللي بيستهدف اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم الرياضية. وخلال الفعاليات تم تنفيذ عروض الكاراتيه والجمباز وسط حضور جماهيري كبير. في الإسكندرية تم إجراء القرعة العلنية لعدد 400 فرد من الباعة الجائلين علشان يتخصص ليهم محلات بنظام حق الانتفاع بسوق محطة مصر الحضري، وده بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية. القرعة تم إجراءها في استاد الإسكندرية الرياضي الدولي. في بورسعيد تم بدء التشغيل التجريبي لمركز تموين بور فؤاد، وده أول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، واللي بيضم إدارة تموينية ومركز خدمة مواطنين في مكان واحد للتيسير على المواطنين.